حياكم الله في المؤتمر الصحفي الخاص ببرنامج عيش التخصص، البرنامج الأول من نوعه في المنطقة واللي تطلقه جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع شركاء متميزين. نشهد معاً انطلاقة برنامج عيش التخصص، وهو البرنامج الأول من نوعه على مستوى الكويت، وليكون مبادرة جديدة تضاف لسلسلة من المبادرات التي نفخر بها في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، والتي تحمل مسؤولية تطوير الأنظمة التعليمية. اليوم التجربة هذه راح تكون داخل أروقة المقاعد الدراسة، وهذه أعتبرها تجربة فريدة لأنها راح تخلق جو من التنافس والتفاعل بين الطلبة، فإحنا يعني سعيدين جدا بهذه المشاركة. استعدادنا الكامل لتكريس خبراتنا لتوجيه الطلبة لحل مشكلات الحياة الواقعية اللي يمكن أن تحدث في الخطوط الجوية الكويتية في عالم الطيران من خلال هذا البرنامج. دورنا اللي يحتم علينا ان احنا نكون جزء من تدريب وتطوير الطاقات الشبابيه. اتمنى ان ما تكون اخر تجربه عيش التخصص، وطبعا دائما التدريب الميداني او التدريب العملي للطالب جدا مهم. هذه المبادره اعتقد راح تغير تفكير وايد من الجامعات. خلونا احنا كلنا كشركات نهد اللي بيدنا، واني حق الطالب بالسيف هيفن اللي هو فيه، بالانكيوبيتر اللي هو فيه، اللي هو جامعته، ويتعلم تخصصه وهو بمكانه. لم يكن لهذه المبادرة أن ترى النور أو أن يكتمل البرنامج دون مجموعة نفخر بالشراكة معها، فلكم منا جزيل الشكر والعرفان.